سائل وسائلة يسأل ويقول يكثر اتصال بالهاتف بين الرجال والنساء بحجة دعوة طلب العلم فما حكم ذلك؟ هذا الأمر المسؤول عنه وهو اتصال الرجال بالنساء أو النساء بالرجال بالهاتف أو عبر الإنترنت بحجة الدعوة، في الحقيقة انتشر انتشارا عظيما هذه الأيام، وزاد عن الحد المشروع الذي حده الشارع حينما للمرأة حينما تريد أن تتصل بالرجل، وذلك في صور، منها طول الاتصال إلى ساعة، ومنها الاتصال في آخر الليل، ومنها أن الرجل يحصل على هاتف المرأة من المتصلة فيبادلها الاتصال، فيتوسعون في أمور قد تصل إلى مواعيد مضروبة بين الطرفين للمحادثة أو غير ذلك بحجة الدعوة، وهذا في الحقيقة خطأ فاحش، وهو سبب من أسباب الانحراف، كما بلغنا ذلكم بالطريق الصحيح المتصل، وذلكم أنه قد يستجر امرأة ساذجة مغفلة رجل ماكر لئيم، فيصل بها إلى أن تخضع معه بالقول، والواجب على المرأة أن تبتعد عن الرجال، وإذا دعت حاجتها أو ضرورتها إلى الاتصال بالرجل فأولا أن يكون ذلك الرجل من أهل العلم والفضل والفقه في الدين، وثانيا أن تسأله عما يعنيها من أمر دينها، وإذا أمنت منه وأمن منها ورأى وكان لها مجال في الدعوة بين النساء فلا مانع أن تستشير ذلكم العالم الفاضل المعروف بصحة المعتقد وسلامة المنهج وخالص النصح للأمة، ولعله الشرط الثالث ألا يطول ذلك، يكون بقدر معقول سؤال وجوابه، والأصل أن المرأة ليست مسؤولة عن الدعوة، هذا هو الأصل، المسؤول هم الرجال، لكن إذا دعت الحاجة كأن تكون هذه معلمة سواء في التعليم في التعليم الوظيفي واللغة العامة يقول وظيفي، أو ممن جلست لتعليم بنات جنسها فلا مانع من الاستشارة، وأما عقد جلسات ولقاءات هاتفية
أو إنترنتية بين الرجال، وربما كان فيها مزاح وطول وقت، فهذا هو نفس زينب الغزالي المصرية ومن على شاكلتها. فإنه من سيرتها أنه يأتيها طلابها والمتشاورون معها في الدعوة كما يزعمون، ويسهرون معها الليل وزوجها في غرفة النوم. وهذا في الحقيقة دب إلى بعض طالبات العلم، فشاع بينهن كثرة الخروج وكثرة السهر وترك البيوت بما فيها من الأولاد والأزواج بحجة الدعوة إلى الله. فهل يليق بمسلمة أن تضيع الواجب عليها وجوبا عينيا، تضيع أولادها وزوجها وتنشغل بأمور الدعوة، ويوجد من الرجال من يقوم؟ الذي ننصح النساء به أولا أن يتعلمن في المدارس، في المساجد، حضور حلقات العلم. فإذا تعلمت فإنها لا تكلف نفسها هذه الأمور، بل تجلس إلى أخواتها إن تيسر، جلسات محدودة، تحفظ معها واجباتها الأخرى. ومما يؤثر عن سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، قيل لها: أي شيء تنصحين به المرأة؟ أو نحو ذلك، أو نحو هذا السؤال. فقالت: ألا ترى الرجال ولا يروها. والكلام بالهاتف وما يتشعب منه من طول الحديث وكلمات الثناء المتبادلة الرقيقة بين الرجال والنساء، هذا هو من الخضوع بالقول الذي نهى الله المسلمة عنه. فأنصح بناتي المسلمات أن يبتعدن عن هذا المجال، وأن تعنى كل واحدة بنفسها وبأهل بيتها. هذا هو مجال للدعوة، ولا تنساق مع المنساقين من الرجال والنساء، من السذج والمغفلين والمكرة، فيجرونها إلى ما لا تحمد عقباه. وفقكن الله يا بناتي المسلمات إلى ما فيه مرضيه، وسلك بكن سبيل الهداية، وجنبكن سبيل الغواية، والله الهادي إلى سواء السبيل. وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون.